عملة وطنية ومؤسسة حكومية تركية وشروط للتبادل التجاري تفرض تركيا حضورها في اقتصاد الشمال السوري. ووسط غياب آليات التبادل التجارية المعلنة من الجانب التركي مع مدن وبلدات الشمال السوري الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، تنظم غرف التجارة المنتشرة في تلك المناطق آلية دخول التجار السوريين إلى تركيا بكونها الوسيط الذي يؤمن لهم الإذن التجاري. موضوع تدخيل البضاعة على تركيا موضوع محصور جدا وضيق. بالنسبة لإدخال البضاعة كثير صعب، يعني اعتماد التجار أغلبيتهم على الإخراج البضاعة من تركيا. ينفي المسؤولون في السلطات المحلية بمناطق الشمال السوري وجود أي مشكلات في عملية التبادل التجاري بين الجانبين السوري والتركي، مؤكدين أن عمليتي الاستيراد والتصدير تجريان بسلاسة وفق قوائم تسمح باستيراد وتصدير جميع المواد بين الجانبين. الموضوع نحن الناس صار يعني تفكير انه الاذن انه بس دفعت $1,000 لازم يطلع لي اذن. هو اساس الاذن وتعريفه هو اذن تجاري. التاجر بده يروح يحصل اذن مشان يتابع اعماله التجاريه داخل تركيا، سواء انه عنده بضائع راح لتركيا او يشتري بضائع يجيبها على المحرر. فهو عن طريق غرفه التجاره بيحصل اذن بصفته كتاجر، مو بصفته كشخص عادي يعني يروح يعمل سياحه. الاتفاقيات التجارية موقعة، أكيد في تجار موقعين، أما كحكومة بين حكومة وحكومة ما في، ولكن إحنا شروط تبادل موجودة. نحن عندنا تجارة حرة في المناطق المحررة، مسموح دخول كل المواد عدا بعض المواد اللي ممنوع استيرادها، محددة في قائمة فيها. يشمل التصدير من مناطق الشمال السوري إلى الأسواق التركية مواد كزيت الزيتون وفائض القمح والشعير والقطن والذرة والبطاطا، وهي مواد تدخل إلى تركيا بشكل مباشر عبر المعابر الحدودية وتباع في أسواقها. وتدفع السلطات التركية ثمن الصادرات الزراعية للفلاحين عبر مؤسسة البريد التركية المعروفة اختصاراً ببيتيتي، والتي تتوزع في العديد من مدن وبلدات الشمال السوري، وتمثل نظاماً مصرفياً في ظل غياب المصارف في تلك المناطق. وتنتشر المراكز في ريف حلب وتل أبيض ورأس العين، التي ضخت تركيا من خلالها عملتها الوطنية إلى مناطق الشمال السوري، وتقدم العديد من الخدمات المصرفية والمالية، أبرزها تسليم رواتب الموظفين وفتح حسابات شخصية مصرفية والحوالات المالية وتصريف العملات. وجود البي تي تي أو وجود بعض أجهزة الدولة بصراحة، أو بعض أجهزة ما يسمى مؤسسات تابعة للدولة التركية، هو كان لتسهيل الأمور، لتسهيل الإجراءات. لا ننسى أن كثير من المنظمات العاملة في تركيا تعتمد على تلك المؤسسة في إدخال الأموال، كثير من التجار يعتمدون على تلك المؤسسة في التحويل. يعني هو شكل نوعا ما شريان حياة كبديل بشكل أو بآخر للنظام المصرفي. هو عبارة عن نظام بريدي، ولكنه يعمل اليوم في شمال سوريا بشكل أو بآخر كنظام مصرفي لتحويل الأموال بشكل نوعا ما سليم وآمن. مع بدء تدهور الليرة السورية مجدداً في حزيران عام 2020، اعتبرت السلطات المحلية في ريف حلب ومدينة إدلب وريفها المتمثلة بالحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ التعامل بالليرة التركية حلاً لمشكلة التضخم وارتفاع الأسعار. 32.5
وبعد ما يقارب 9 أشهر من ضخ تركيا عملتها الوطنية للتداول في الشمال السوري، لم تفلح هذه الخطوة في حل مشكلة ارتفاع الأسعار في أسواقه، وأربك استخدامها السكان لوجودها مع عملتين ثانيتين هما الدولار والليرة السورية. لكن ما الآثار الاقتصادية التي انعكست على تركيا بعد طرح عملتها للتداول في منطقة جغرافية تغيب عنها البنى التحتية ولا تشجع على الاستثمار؟ تركيا أكبر، أو الاقتصاد التركي أكبر من هذه البقعة الجغرافية التي تسيطر عليها تركيا، ومدى قدرة هذه البقعة الجغرافية على النهوض بالاقتصاد التركي أو على رفض الاقتصاد التركي موارد كبيرة. نعم، قد يشكل نوعا ما أسواق تصريف للبضائع التركية، قد يعني واقع إن اليوم الشمال السوري البضائع التركية تغطي هذا، وهي أسواق تصريف ليس إلا، يعني لا نستطيع القول أن الاقتصاد التركي سوف ينتعش في هذه المناطق، ولكن هي عبارة عن أسواق لتصريف البضائع تساهم بشكل أو بآخر من رفض الخزينة التركية أو الحكومة التركية ببعض الموارد، وبالتالي هي تحل مشكلة أيضا للسكان الموجودين في هذه المناطق تجاه تداول هذه العملة.